انا ما فكرتش غير في اللي انا عاوزه، بس مش مهم الطريق اللي هنمشي فيه، مش مهم التمن اللي هدفعه. العين دي جيب الكفر والذنب وهم العسر، وفي وقت المحنة اللي بينجد من احنا نزيد في الشكر، ترضى بنصيب اكثر اهبل بالطول والعمر، وهو ادم كان في الجنة طمع لتثبت الوفر. عندك استعداد تعمل كل ده عشان يبقى عندك ايه؟